واحد غاب يعني بيصير عندنا مشكلة. قديش تندرب؟ ندرب أسبوعيا بشكل دائم. كل أسبوع؟ يعني في مهرجان ولا ما في مهرجان تندربوا بعد؟ لكن طبعاً في حفلات كتير. مثل شو؟ موسيقى على الطريق، مهرجانات الدولة، مهرجانات الموجودة بجبلة والملاجة و... عم بيغطوا لكم الإعلام يا أخي، صرتوا نجوم إعلام أنتم. والله عم حظنا حلو في منامة. لا بس إنه عم تشتغلوا مظبوط، بس أنا صرت خايف بالحلقة إنه وين بدنا نطلع؟ شو بدنا نحكي؟ على كتر ما صرت وين ما بفتح بلاقيه. عم يحبوا العالم، شو بدنا نعمل يا أخي؟ شو بدنا نعمل؟ منيح هاي الفرق عم تشتغل. كم لقاء صرت عامل لهلا؟ عملت لقاء واحد على التلفزيون بسيط جدا، وعلى الراديو عملت اثنين بس. بس الفرقة الثانية الموجودة على الساحة اللي مشاركة بالمهرجان عملت دعاية لحالها وعملت لقاءات ظريفة. بيضلوا دائما هلا ببروفا، بس ما نقول للي عم يشوفونا نحن ببروفا هلا، والصوت ورا كتير عالي، فما بعرف إذا بينوسوه. نضال يمكن نضال بيوطينا الصوت شوي. هلا بروفا الحفلة بعد عثمانية مبلش. مهرجان الجاز في سوريا ولا يحيى الجاز في سوريا؟ مهرجان تخربطوا العالم. هو مهرجان جاز في سوريا اسمه، بس اللوجو تبعه جاز ليفزن سوريا، أو مهرجان جاز يحيى في سوريا. مهرجان الجاز يحيى الاسم في سوريا. بس هو مهرجان جاز، ففيك تقول مهرجان جاز في سوريا، ما تقول مثلا مهرجان السينما في سوريا بس اسمه مثلا مهرجان السينما تحيا في سوريا أو شيء مثلا. هلا نحن كيف فينا نبعث رسالة للشباب إنه يخففوا شوي صوته ولا طالع أعلى من صوتنا؟ بدك تحكي على الميكروفون. الميكروفون؟ على فكرة أنا بحبه كثير لناريك. ناريك مرحبا ناريك. ليك عم بيأشر. وطينا الصوت. وطينا الصوت ناريك. نضال 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 نضال. بدنا نحكي اليوم عن الجاز عموما، الجاز في سوريا، عن مهرجان الجاز، عن كثير أشياء إلى دخل. ممكن ننطلق من هذا البروشور الكبير كثير. طيب شو هالبروشور؟ هذا بروشور المهرجان، فيه شرح عن هاي السنة شو الفكرة، شوي شرح شو عملنا بالماضي، والبرنامج بالتفصيل عن الفرق ومين هن وشو. شايف هون بهاي الصورة رشا ولينا هي بداية المهرجان 2005، أحلى أيام. هي صارت الوقت أول انطلاقة هي بالقلعة هون تقريبا على الزاوية. كانت رشا وهوري ولينا شمميان وسونيا بيطار. حلو كتير. سلام. مرة وقت طويل على هذا الموضوع. هاي السنة السادسة. هلا من السنة الأولى للسادسة صار في انتقالات كتير، انتقال بإدارة المهرجان. هلا أنت صرت مدير المهرجان. مدير الفعلي. المدير الفعلي، كنت مدير فني صرت مدير. شو قصة الانتقال هذا؟ هلا أنا كنت صاحب الفكرة وتحمست السفارة السويسرية لتحمل الموضوع، وأخذنا دعم رعاية من السيدة أسماء الأسد. هيك عملنا 2005 و6 و7. بعدين انتقل المهرجان لحضانة الأمانة السورية للتنمية، وهون تثبت المهرجان وصار له هيك تقل، وصار عنده حضور قوي بسوريا وأخذ خلفية كتير قوية. وبعدين انتهت فترة الحضانة وانتقل لي هلأ كمدير هنا، يعني متعتبر الأمانة السورية حاضنة للمشاريع الثقافية. في هذا الانتقال حسيت إنه فيه له مراسيم العمل وقصص إجباري. مؤسسة عم تحضر مشروع مثل هذا كبير كتير عم يصير بكل سوريا، طبيعي يصير هيك. هلا نحن عم نسمع شيء متدربوا عليه ولا شيء معين؟ لا شيء معين. هي هذا اليوم من حفلة بيك باند، هي قطعة اسمها موتن سوينج. هاي السنة السادسة بنشتغل. كل سنة مغير بروجرامنا، هذا بروجرام كله جديد. هاي السنة عنا ثلاث بروجرامات، هاي السنة هاي واحد من بيناتهم. عاملين أغاني مثل جاز، ومشاريعنا دائما الخصوصية طبعا الأغاني الشرقية تبعنا. بس من الأول لقلكم إنه الدعوة عامة لكل اللي عم بيشوفونا، نحن بعد ساعة تقريبا عثمانية رح تكون هون ولعانة أكثر من المباراة تبع كرة القدم، وبالأحرى فيكم يعني تجوا وتلحقوا المباراة. هو هاي الفكرة، نخلص على 9:15 مشان كلياتنا نحضر المباراة. أنت اليوم مع مين؟ ألمانيا ولا أوروغواي؟ ما عاد مهم. خسرت البرازيل زعلت. خسرت كلياتنا برازيلية بسوريا. على كل الأحوال أنت معك أصوات مهمة كتير هون. يمكن بنشوء الجاز ما كان مبين، بيعطيك الميكروفون بده يغنوا عليه الشباب. يمكن لما بنشأ الجاز بهذا المكان ما كان يعني كان في عدد قليل من الأصوات، هلا كثروا. بس حسيتك متحمس كثير لصوت نور. نور صوت هائل، كانت مغنية روب وصارت ومغنية جاز رائعة. بتعزمنا اياها ولا بنعزمها؟ بنعزمها. قاعدة عم تتدرب وعم تتمشى على الكورنيش. بتحسها
نور عرق سوسي. مرحبا. مرحبا. هذا ميكروفونك مافي شغال، تفضلي. كيف انت؟ الحمد لله تمام. عم تتدربي ولا عم تمثلي انك عم تتدربي؟ لانك مدربه خالص. انه هي الغنيه طلعت لي بالصدفه. شو هاي؟ هي غنيه جديده. بدك تغنيها هلا؟ هلا مشان ما قلكم عرفكم عليها، لانه صرت بعرف عنها شويه معلومات لنور. بدي مباشره ناريك اذا عم يسمعني غلط اللي عم بعمله انا هلا. بس تخلص الغنيه. خلصت؟ خلصت. هيك على فكره انا بحس بفهم الجاز انه هو هيك ارتجال. لا لا بس ليك كله عم يقرا نوتات، هي كله مرتب، كل شيء حلو. هلا بدك تفهمني، بس في ارتجال جوات الموسيقى. بس بدك تفهمني بعد ما تسمع شيء من نور عن الجاز بشكل خاص. ايه؟ بس سمعينا شيء نور هيك اول شيء. لا بين الفرقه وبين شيء. لا مع ناريك. ناريك سمعني؟ لا لازم هذا ميكروفون. هلا هذا ميكروفون اسمعوا في فرق بالصوت. اذا نسمعوا نور عرق سوسي بعدين بدي لكم من هي منيح. تفضلوا. موسيقى مكتوبة. مكتوبة. يعني ما بعتقد ابعد مسافه بيغني فيها مطرب عن فرقه. حوالي 100 متر تقريبا في فرق شوي بالصوت. صايره قبل ناريك صايره معك قبل هاي القصه؟
ولا مرة صايرة معه. بس مشان الحلقة ومشان الجمهور كمان. والله بعتقد. بس بيجوا بيحضروا الحفلة اليوم إذا بيجوا. وبعدين بس. مو الحفلة مو بس اليوم بعتقد كل يوم بعد الحلقة إنه العالم راح تصير تجي تلاقي المحلات معباية قبل يعني على هالصوت نور أنت بنته لازم موجه تحية كبيرة لأساس فاير سوسي اللي هو والد حضرتك الفنان وهالصوت يعني ما مبينة ما مبينة منيح. محمد شكرا مشان الميكروفونات. من امتى ليش مانك ظاهره بشكل كبير كيف الرجان معك؟ هلا انا ماني دارسه موسيقى يعني هي بالنسبه لي هوايه بس انا بدرس ادب انجليزي اخر سنه بغني من انا وصغيره بس انه بلشت غني شرقي وقصص بعدين انتقلت للغربي وهي شوف ببساطه عم تحكي مو على اساس عامله هلا مرتكبه غنيه بتشد في غيرها بدنا نغنيها بس ممكن من هنيك يعني من هنيك استغل الوقت انا وهي كثير شكرا لك. هلا بدكم تشوفوها لنور وشفتوا يعني اذا لو كنتوا جايين كنتوا شفتوا غيرها كمان بالايام بعدك من غلبك بمشوار لهني نارك جاي لعندك نور اهتم لي فيه قبل نشوء انا عندي معلومه بتقول عام 1947 حسن ركزنلي بعتقد كان عنده اول فرقه جاز بسوريا من هذاك الوقت لهلا اختلف كل شيء بالجاز يمكن بالجاز عموما بالعالم بسوريا عم نحكي هلا بالجاز بلش بامريكا آخر القرن التاسع عشر وكان خليط بين هارموني الأوروبي والموسيقى الأفريقية الإيقاع والبلوز صار هذا الحدث الهائل وبعدين شوي شوي تطورت بالعشرينات الثلاثينات صار في بيبوب صارت الموسيقى أكثر صار مثل تشارلي باركر هذيك الفترة صاروا يعزفوا موسيقى اسمها بيبوب فيها شوي معاصر من الجاز من الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة بهذيك الفترة من ستروفينسكي وإلى آخره وصارت تأثيرات تدخل بعدين انتقلت للعالم وصار في انواع كثير من الموسيقى الاوروبيه والبرازيليه انا بفترض انه هذا الحكي بيخليه يتطور الجاز ليصير مثلا اللي عم نسمعه هلا اللي هو الراب وكذا ايه هلا ما يدخل على المكان على الشرق لا ممكن ليش لا وقت راحت الموسيقى الجاز صارت بالبرازيل وكوبا صار شيء اسمه موسيقى برازيليه جاز برازيلي برازيل كوبي ما له علاقه بالجاز الامريكي بافريقيا صار كمان وباوروبا هذي العالم كله صار عنده شيء نمط خاص ليش لأنه عنده هالخاصية الطيعة فبيقبل الموسيقى مثل الأذربيجان مثلا أو تركيا أو أرمينيا عنده نمط خاص فيهم شرقي تراكم الفرق بيننا وبينهم هالدول ما صار عنا تراكم في تجارب ذكرناها بالأدبيات المهرجان هلا أنا بصراحة بحاول لقي تعريف لموسيقى الجاز هيك يريح كل العالم ويفهم كل جيلنا عن الآلي ما عم لقي أنت عندك شيء هو هذا الخليط بين هالهارموني والإيقاع والانفتاح على الـ على الـ على, الـ على كل أنماط الموسيقى مثل ما ذكرت راب أو موسيقى شرقي مثل هلأ رح نسمع بعد شوي سليمة غنية تراثية شرقي إيه على العين مليتين كمان رح نوزعها بس هلأ هذا جزء من القصة تذكر حكينا حلقات سابقة إنه شلون ممكن يا أما تأخذ شغلة توزيع من التراث اللي هي أبسط شيء إذا انشغلت صح طبعا أو شيء موشع مثلا أو تأخذ عناصر من هالموسيقى وتشتغل عليها بطريقة ما بحيث تكون أكثر داخلة أكثر بموسيقى الجاز وهي موسيقى الجاز الحديثة طب هني بقى هلأ عم نسمع راب عربي هذا من صنفه ضمن الجاز نقول الأداء ضمن الموسيقى الجاز بيحوي كل أنواع الموسيقى اللي ممكن طيع بيحوي أي شيء ممكن كلاسيك عندنا مشروع هالسنة مع ريكويم كلاسيك بيج باند وريكويم واحد كتبه من نرويج وراح ناخذ أغاني من الأغاني الدينية اللي عندنا ونعمل له كمان هالمزج طيع ممكن أي شيء اشتغلنا مع أوركسترا الأوركسترا الوطنية عدة حفلات مين هلا بده يسمعنا رابع أساس هلا باش بلكي خالد عنده غنية خالد إجاشة إيه خالد إيه عم إنه بتأخروا الشباب عنكم كتير بالبروبات معقول عنا على الهواء يا شباب إنالهم من ساعة إحنا بدنا نستغل الوقت على فكرة أنا قلت لك إنه بدي أعرف جيلنا على اللي عامل فواصل جيلنا راب بس قبل منا بدي استغل الوقت كمان لحتى اعرفهم على سليمة اللي بده يؤديها الطريقه ريبال الخضري انا بسمع اسمه دائما بسمع ريبال 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 فوينه ريبال ليكو ريبال ريبال بعيد هلا لما شفته قبل الحلقه استغربت عليه يعني بصراحه بدك الميكروفون ميكروفون ثاني تفضل شكرا ريبال فريبال اذا بينضم لنا ريبال عم بيعمل شرقي قلت لي مغني شرقي نشوف الجاز من افضل اصوات اسمها هلا بدنا بركي بكون جهز حاله بس هذا مو شرقي شرقي سليمة يعني المقام شوي مو ما مشرق كثير ريبال كيفك
هلا بنعمل وبطيء مرحبا الله يسامحك مين كيفك فيك تاخذ الميكروفون مين اخذته مو على البيت يعني شلونك مشتاق لك سليمة والجاز وشغلك مع عمل كثير مشاهد غير فيك تحكي لنا عنه الدرجة الأولى هلا كان في مشروع مع الأوركسترا الجاز إنه يعملوا شيء مزيج بين الأوركسترا الجاز أو بين الموسيقى الجاز مع الموسيقى العربية الشرقية بأصالة الموسيقى الشرقية مو بالشيء اللي عم نشوفه هلا فطلعت أفكار كتيرة ومن بيناتهم كنت أنا فكرة الأفكار اللي كانت هانيبال بس بنشان ناخذ كاميرتنا صح احنا بعد اذنك وبدي تقرب لعندي لهون بس تقدر تتفاهم مع الفرقه بعد هلا صار 100 وشوي متر فيك تتفاهم معه مشان يعملوا لك اغنيه اي انا جاهز استاذ ناريك انا جاهز اذا بدك مشان سليمان اسمعوا هذا الصوت كمان اللي بده يؤدي بمهرجان الجاز على هذا الميكروفون اي مشغلينا بالميكروفونات شباب اليوم وسليمان اي سليمان انا جاهز اوكي ما بعرف اذا سمعنا انا وحده من الاغاني كنت تسمعوها بمهرجان الجاز واللي رح تحبوها لانه هي اغنيه من التراث او اغنيه كثير يعني بذهن جيلنا بعتقد بس يؤديها ريبال وضمن مهرجان الجاز بهي الطريقه رح تكون لها نقاط اعلى تفضلوا البدايه شوي تاخذ شي دقيقه بدايه الغنيه قبل لا لا هي بدايه الغنيه كموسيقى مثل الاصليه مثل الموسيقى الأصلية. هلا هذا على بالحفلات بيصير في هيك شغلات على كلين بتوقفوا بتعملوا كذا بين عم نعمل سوشيال وملاحظ مركبين فرقه كثير كبيره مثل ما شايف بدها ترتيبات كثير فيها اكثر من احنا وافقنا بالحلقه انه يكون مو يعني ما نسجل مشان نطلع هون قبل الحفله حتى لو كان في كل خربطات لانه مو خربطات الترتيب شو كبير في عندك 14 عازف نفخي وعندك بيس ودرامز بيانو مهيب فيني وصل لعندهم ما هيك انا فعم بيقول لي يمكن وصل لهنيك تفضل انا جاهز يا استاذ ولم تأخذ إليّ
كانت أمس من بعضي ومني كأن كأني ما وصلت ولم تصلني كأني لم أداعب لهوبا ولم تأكو إلي وتستزدني فلا أعظم خطيرا
لا تلوم يعني اقول لك شكرا ولا اقول لك ما بقى في غنيه ثانيه بدك تروح من يعني كثير كثير ما شاء الله برافو عليك انت ومسترخي وببروفا عم تغني بهي الطريقه كيف على فارق الصوت كمان برجع بقول لكم بنصحكم تكونوا موجودين بهذا المهرجان تتفرجوا وتستمتعوا بهذا النوع من الاداء بهذا الغناء اللي عمله ريبال اللي عرفنا عن حالك انا ريبال خريج معهد عالي موسيقى قيد التخرج خلينا نقول مغني شرقي عندي بالأسواق ألبوم نزل من فترة اسمه شوية حكي وأخذت كم جائزة عربية بالواسطة بالواسطة عظموه بالواسطة يعني. طب نحن هلأ أنت لبين ما توصل لهونيك مشان نأخذ مقطع صغير عم أكد على كلمة مقطع صغير من لأنه أنا بحبها كثير لهالغنية على أي موليتين هلأ رح تسمعها بلكي لايف مع الفرقة مع يعني بروح لهنيك بقدر نوصل لهنيك نحن أستاذ مهيب عم بيقول لي نقدر نوصل بهاي الأسماء بدي استغل الوقت بنقدر نتحرك سواء وتسبقنا لك من هنيك مثلا لا بدك تكون هنيك هلا احنا ماشيين انا هنروح معهم اوكي يعني فعلا انا اسمه بدي يضل معلق بذهني فتره طويله على هالشكل من الاداء اللي كان عم بيأديه بدي تقلي هلا قديش عنا نشاطات قديش عنا اشياء راحت مننا ما قدرنا نحضرها الافتتاح كان فرقه هولنديه تعمل خليط بين الموسيقى التركية وموسيقى جاز مودرن والفرقة اللي بعدها كان فرقة إسبانية وكان في مشاركة للنجمة لينا شماميان بعدين حلو. كان في مشاركة للثلاثة الفرقة الثلاثة بالبداية فكان افتتاح زخم جدا كان عندنا مليان القلعة كان امبارح كان عندنا فرقة أطفال كنا موزعين شغل من التراث العراقي الفلسطيني السوري بعدين كان عندنا فرقة جاز مودرن من سويسرا اسمه مارك بيرينو مشاركين معنا اليوم كمان بالحفلة هذا المكان بيكون كله ممتلئ بس هلا اليوم اليوم بتبين اي ساعة من الساعة 8 ببلش على ليك خليني اعرفك على محمد ايه اكيد محمد ابراهيم هو الشاب اللي عمل لنا اغاني الراب بدي استغل الوقت مرحبا كيفك هو من جمهور الجاز ربع هانيبال بدي ادعيك تجي معنا بدي ادعيك مباشره تجي معنا تسمح لي ناخذ وقت حلقتنا شوي لعرفكم عليه هو ما بعرف شو بيعرف عن موسيقى الراب ففيني اسالك شو بتعرف عن موسيقى الراب وكيف عملت لنا هاي الفواصل اللي عملت لنا اياها اول شيء انا بلشت موسيقى الراب من بيتي يعني ما من استوديو وشغلي هذا شهدي الشخصي وثاني شيء موسيقى الراب هو عبارة عن بابين باب هادف أغاني هادفة وباب قضايا مثلا شيء بيهدف بالمجتمع مثلا ننقد شيء خطأ للصحيح إنه نصححه يعني نتمنى الأحسن عرفت شو إنه مجتمعنا ومنخاف عليه ومنحبه فنتمنى إنه يصير أحسن مثلا فمننقد الأخطاء مثلا اللي فيه لحتى نوجهه للشيء الصحيح لو بترك صغير حلو هذا شو يعني بالجاز هلا قلت لك الجاز موسيقى طيعه فبتقبل اي شيء في عندنا دائما بنعمل غيره عندنا استاذ وينه خالد؟ خالد موجود هون حاج بقى وين خالد؟ هلا بدور عليه مختفي خالد هو حالي هو اول مره بنستضيفه على كل الاحوال ببرنامج جيلنا بحلقه لما كنتوا معنا في فرقه فتت لعبت كان معنا بدنا نسمع انت عم تحضر شيء يعني بهذا الوقت تسمعنا اياه؟ انا المقطع اللي اعطيتكم اياه راح اعطيك اربع سطور منه نفسه تبع برنامج جينا اللي انا عمل مقطع صغير لبرنامج جينا ما بعرف فينا هيك نرتجل مرافقه له ولا صعب لا من الشغل كله منوزعه لانه في كثير كل واحد في كثير نفخيات كل واحد له دور طب صعب حاسس عم بحرج كل الشباب عم يطلعوا فيني هيك انه شو نعمل هلا مرحبا
اوكي ما ضروري لحن. هاي سمعان جيل مستحيل عم نعبر عن افكار كل شيء قلنا عم نقوله بهالبرنامج باختصار عن اجيالنا عن احلامنا عن برنامج عم يصور عن شبابنا عن حياتنا عن مستقبل عم ينور بيه. ممكن صفوله ممكن صفوله شباب. شكرا محمد، واكيد بدنا نسمع لك اشياء ثانيه يعني. اوكي باي. انا بس بدي اعطي الميكروفون هذا لنور. نور ربال وين اختفوا؟ فكروا وقفنا وبدنا نرجع بسرعه. نرجع او خلص خلي الميكروفون بيجيب لك من عندنا. اوكي وعندهم ميكروفون. عندهم ميكروفون. ربال بس نفوت بالتغطية الإعلامية بهاي الطريقة يمكن ياخذوا فكرة العالم عن انه كل شيء جاز بينشغل بهذا الشكل. انا بيهمني اعرف كيف تحضر لهذا المهرجان انت كمدير الالف. بدا التحضير هلا بس خليت دغري ببلش احضر اللي بعده بحط الفكرة الرئيسية. بدور على الفرقة اللي بتناسبني بتناسب مهرجان السنة الجاي. بنعمل تشبيك وورشات العمل اللي هي علاقة شلون بدنا نبني أثناء السنة لتكون هاي الذروة الإعلامية الإعلانية اللي هي المهرجان الجاي. وبنحط الفرق المبرمجون. طبعا في كتير أمور إلى علاقة بالسفر والإقامة هي كلها كمان بتدخل بالحالة الفنية. عدد الفرق الأوروبية اللي مشاركة معك أو الموسيقيين الأوروبيين كبير يبدو السنة. في 7 فرق مشاركة هاي السنة بعدة حفلات بدمشق، ويعني بيحضر بالقلعة بيشوف كل يوم حفلتين أو 3 بدون أي تكرار بتنويع هائل. الأنماط الموسيقية اللي برا مثل ما حكينا في فرقة نرويجية مثلا أول مرة مجيب هذا النمط، النمط هيك له علاقة بالموسيقى الإلكترونية الجاز اللي تشبه بينك فلويد بس على جاز، أجواء كثير عجيبة رائعة مفتوحة مثل ايفن ارسيت الختام المهرجان على سبيل المثال. ولا مرة جبنا هيك شيء. الفرقة الدنماركية بتعزف نمط جاز مودرن أمريكي أوروبي كثير رائع. كان مفترض اليوم يكون معكم بالحفل زينة أفتيموس ونور ومين كمان؟ وريبال خضري. وريبال خضري. ريبال موجود ونور موجودة. ونور موجودة بس زينة للأسف يعني منعزي كل الشباب اللي حبوا. واحد من الشباب اللي كان زميل لزينة بالأكاديمية اللي كانت فيها توفى وشاب صغير فهي مسافرة فالله يرحمه ومستمر رغم كل الظروف مهرجان الجاز. عكرين أنا كان مفترض وصل عند الموسيقيين وأحكي معهم بس عم يقولوا لي في كمان شكرا لمحمد الصوت ما وصل لهنيك يبدو المسافة كتير بعيدة فبعتذر كمان من اللي عم يشوفونا ومن الموسيقيين اللي بدنا نرجع نغلبه مرة تانية لنسمع نور شيء محضرته جديد. الميكروفون معي كيف بده يوصل لعنده؟ عنده ميكروفون. عنده ميكروفون في ميكروفون تاني اللي عم تعرضينه. طب خليني احكي عن كيف تختار الاصوات اللي تكون مشاركه معك. اصوات السوريه صراحه في كثير. نور عم تقول ما انا خريجه مثلا وبس صوتها كثير جميل وفي اصوات كثير. كيف تختار الاصوات؟ دراسه ما لها علاقه. ممكن دراسه تسقط بس الموهبه مثل نور مثلا يعني هي فنانه وقاعده بالبيت هذا كمان تعليم على ابوها فنان كبير علما. في كثير اصوات بسوريا رائعه اشتغلنا مع كثير عالم منهم عمر سرميني ليندا بيطار رشا رزق هوري أبارتيان في كثير أسماء ما راح أتذكرهم كلهم بس كثير اشتغلنا بالأوركسترا خاصة اشتغلنا مع أفضل العازفين مثل مسلم رحال فراس شهرستان كنان أدناوي أساتذة كبار الحقيقة بالعزف كمان كعازفين مو بس كغناء. أنا بصراحة تعبت من الوقفة. تعال نقعد هون أنا وياك ونسمع نور إذا كانت جاهزة. جاهزة نور؟ بس الفرقة بدنا أو الفرقة جاهزة؟ ما بعرف إذا عم يسمعونا على فكرة بدنا نحكي معهم. لا عم يسمعونا بيسمعونا عم بيقولوا لي نسأل بس لا يمكن هذاك الميكروفون مشان ما خربي. لا هذا الميكروفون لا الميكروفون هذا اي واحد نارك ما عم يطلع الصوت يمكن عنده عم يطلع الصوت كله جاي نارك ما عم يسمع نارك عم يسمع عم يعطي اشاره مثلا جورجيا اون ماي مايند طلعوا الشباب. اوكي اذا بدنا نسمع اغنيه ثانيه بعد بدنا نرجع لانه الوقت صار عندنا 10 دقائق بس ما بعرف ريبال اذا بيقدر يسمعنا على العين لانه انا بحب كثير هاي الاغنيه. هلا بنشوف اذا بنلحق ناريك. اذا نسمع مره ثانيه. بشكر شغله ناريك عبجان هو بطاريه ناريك. انا بدي اعمل عنه مسلسل مو حلقه. بنعمل عنه مسلسل لانه ما شاء الله عليه والله ما شاء الله له ايادي بيضاء على كل اللي عم يشتغلوا بالموسيقى او عم بيغنوا فيه. توزيعه رائع وزعنا كثير قطع عليك عم زقفوا للشباب بيستاهل كل خير والله بيستاهل بيستاهل اكثر من هيك. اذا ناريك عبجان وهلا نور والفرقه كلياتها هي بيج باند
هي اوركسترا اوركسترا الى تركيب الاوركسترا تكون دائما كلاسيكي. انا بدي احكي عن تركيب الاوركسترا. الاوركسترا لك من اول ما اسستها بال2005 كنت فكر انه يصير اوركسترا نظاميه، هي اربعه ساكسفون اربعه ترومبون اربعه ترومبيت باريتون وريتم سكشن اللي هو بيس درامز بيانو جيتار. هذا التركيب الاساسي لاي اوركسترا جاز. وقت اسسناها على اساس على هذا الاساس يكون انا شقين، شق له علاقه بانه تكون تعزف موسيقى كلاسيكيه جاز قويه وبنفس الوقت تكون الاخصوصيه، هذا الهدف. مثل ما سمعنا اليوم سليمة او في هلا ما سمعنا. وهي انا بعرف انه هي او عرفت انه هاي الموسيقى او هاي التشكيله الخاصه بالاوركسترا تقدر تستوعب اي موسيقى جديد يجي من برا. هلا رح نشوف مثلا في رح يشارك اليوم عازفين، دائما مشارك عازفين كثير من برا بيجوا عندهم مقدره التركيبه صح، يعني العمود الفقري موجود للفرقه بس بيقعد بيعزف بيكون له مكانه صح. خلينا نسمع مقطع صغير من نور. جاهزين شباب؟ جورجيا مثلا يبدو جاهزين، ونحن جاهزين نسمع، وبعد منا نرجع للمقطع الأخير من جيلنا بهذه الحلقة الخاصة من مهرجان الجاز يحيى بسوريا. About Georgia, sweetheart.
يعني بعتذر من كل الجمهور اذا بدهم يعني انه حرقنا البرنامج اليوم، بس عم بيقول لي هاني بقى انه لا هذا شيء بسيط. شكرا كثير يا نور، كثير حلو. شكرا يا شباب. هذا شيء كثير ولا لا؟ فيها اليوم سمعنا ثلاث اغاني، في 13 اغنية، يعني 13 يعني واحد لسه في 10 اغاني، لسه في 10 اغاني. على كل الوقت كثير كثير صار قصير. جولاتكم بالمحافظات شو عندكم جولات؟ في عنا بطرطوس باللاذقية، في عنا هلا قريبا، بعدين عنا شهر 9 مع كورال بالمانيا، عامل ثلاث حفلات بالمانيا، حفله للاوركسترا الحاله الاوركسترا الجاز ببرلين، حفله مفتوحه مثل هون، وعنا باوزنبروك حفلتين، بعدين بنرجع مع كورال من المانيا بنعمل حفله هون وبعمان، بعدين عندنا حفلات بموسيقى على الطريق. عندكم اصدارات لهذا المهرجان على حسب ما عرفت، وفيه لقاءات كثير مهمه مع شخصيات مهمه بموسيقى الجاز. بالضبط، راح نطلع كتاب وسي دي للاوركسترا وكمان للمهرجان ودي في دي هاي السنه ان شاء الله. هاي السنه. هذا بيعمل لك بيرفع لك الليفل بشكل كثير كبير لحتى السنه الجاي شو بدك تعمل؟ السنه الجاي بدنا نحسن المهرجان، نكبره، نطوره، يتحسن المستوى كل سنه عن سنه. الفرق السوريه عم تتحسن، عم يصير انماط جديده، عم يصير غناء اكثر، الاوركسترا عم تتحسن. هلا نحن احسن بكثير من هذيك السنه ومن السنه قبلها والاخر. في ناس بالمحافظات عم بيقولوا انتم البيج باند تحديدا مختصرين الجاز فيكم، يعني في ناس ما عم يشاركوا معكم، عم تختاروا شخصيات حساب شخصيات، في فرق موجوده وبس ما عم تكون معكم وهي حابه تكون معكم. مظبوط، بالبيج باند غير المهرجان، بالبيج باند في من كل المحافظات، في عنا من حلب، في مثلا شخص اجى من حمص خصوصي، في من محافظات لا انا عم صحيح. بحكي في فرق بالمهرجان الجاز صحيح، في حابه تكون مشتركه معكم مهرجان الجاز ما عم تكون مشتركه. ليش بالضبط؟ كل سنه عم نحاول حدا يشترك، ما فينا نشارك كل فرق، كتروا الفرق كثير. فينا نعمل مهرجان مثلا هلا تقريبا 14 يوم، في اكثر من 5 فرق كثير منيحه، مثل اطار شمال، مثل ابراهيم سليماني، عمر حرب، باسل رجوب، هراج اسيس، هوري ابرتيان، ما قدرنا نشاركهم اسباب ماليه لوجستيكيه، نتمنى. مين مطلوب يدعمكم اكثر بالمصاري؟ السبونسر العاديين، السبونسر اللي لانه هو مهرجان مستقل بالنهايه. ما في جهات رسميه عم تدعمكم؟ طبعا اجباري المحافظه ووزاره الثقافه، شكرا لهم كثير، ومعهد العالي للموسيقى، مديرية الآثار المتاحف، في طبعا في كثير جهات رسمية عم تدعمنا، بس هو مهرجان له علاقة بالحالة الاقتصادية كمان بسوريا ومثلا بالعالم، يمكن بالعالم كمان بكأس العالم، هلا في تركيز على كأس العالم. طيب ليش اخترت التوقيت بالذات؟ دائما لازم نعمله بهذه الفترة، كان شغلة كويسة نربطه بكأس العالم. الحدث حدثين ما تعرضوا مع بعض أبدا، ما في حفلة مباراة بنفس الوقت، والعالم بمود كويس، فشغله منيحه عملناها ب 2006 وكانت ناجحه كثير، وهلا السنه كانت ناجحه. بنص دقيقه فيك تقول اللي بدك اياه، وبنصحك تقول شيء خاص بجدول المهرجان. المهرجان غني كثير، بتمنى كل العالم تجي، رح تحضر شيء مميز مختلف عن السنوات الماضيه، كل يوم في شيء جديد، ما في تكرار. المهرجان كثير حلو، في حضور رائع كان، بتمنى يجي عالم اكثر واستمر والسنه الجايه يكبر. كل يوم الساعه 8 عم بيكونوا بقلعه دمشق، رح يكونوا باللاذقيه. لا رح نكون بجبلة ب 18 وراح عملنا بحلب، وفي بنخلص هون ب 13 بتخلصوا هون ب 13، فكل يوم الساعة 8 فيكم تكونوا موجودين هون لتاريخ نهاية مهرجان 13 شهر. وفي بالبيت الدنماركي كمان يوم 14 شهر عاملين حفلة خاصة وجام سيشن بين كل الموسيقيين المشاركين. فإذا كل اللي عم يشوفونا عم يشوف برنامجنا بنصحهم إنه يكونوا موجودين. يعني شكرا كثير لك، شكرا كثير للفرق الموجودة. ما بعرف شو بدهم يختمونا بأي أغنية مع ريبال ولا حالهم، بس أنا بالنسبة لي بدي أقول إنه نحن بس نكون عم نغطي ممكن حدث مثل هيك، حدث بصراحة مرتبط مع اهتمامات جيلنا الموسيقية اللي عم نشوفها هلا، من موسيقى جاز، من راب، من يعني حتى زجل، حتى قصص كثير يعني. ممكن إذا انشغل صح، فعم نحاول نكون بمكان مكشوف، فاعذرونا إذا كان في شيء هيك خارج عن السيطرة. انتهى الوقت بالنسبة لي، عم بيقولوا لي لازم أختم، فبدي أقول لكم إنه في 4 حلقات مسجلة رح تشوفوها قبل شهر رمضان المبارك كل سبت. ممكن نكسر القاعدة، بس إجمالا الأسبوع القادم رح تشوفوا مخترع اسمه حسن ديب. نحن هدول الضيوف كلياتهم على فكرة كانوا جايين بزيارة قصيرة لسوريا، فالتقطناهم وسجلنا معه اللقاءات. بتمنى تعجبكم اللقاءات مع حسن ديب، اللي لازم تتعرفوا على موهبته اخترع جهاز بيولد طاقة كهربائية من أمواج البحر. كمان موجود معنا بلقاء مسجل الموسيقي أيمن جرجور، تعرفوا أكيد لأيمن. موجود معنا عصام حوشان، هو حالة خاصة إضافة لحلقة الزجل وعدناكم فيها، إضافة أنه ممكن يكون في عنا حلقة على الهواء كمان تغطية، لأنه ما حابين نروح من إيدنا تغطية أي نشاط بهم جيلنا، إن كان مرتبط بشيء
أهلي خلينا نسميه، ما نتابع لمنظمة لجهة معينة، أو متابع لاتحاد الوطني طلبة سوريا، تابع للشبيبة. هاني بقى شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. شكرا كثير اللي كانوا معنا اليوم من المصوري ومن فريق العمل، وبدنا نرجع مرة تانية لنقلكم باي على أنغام ممكن بيج باند أكوا دي بابير ناري. باي باي. أنا خلصت. شكرا. جاهزين. هذا جيلنا، هذا كلنا.